جزاكم الله خير يا شيخ صالح على هذا التوجيه. ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. يقول السائل ألف ألف من الباحة، هل جاء هذا الحديث بهذا المعنى ومتى تصلى؟ لا، ركعتا الفجر سنة مؤكدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعهما لا حضرا ولا سفرا. وما جاء في السؤال من أنهن خير من الدنيا وما فيها جاء بمعناه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: لا تتركوهما وإن طردتكم الخيل. نعم.